أهلا بحضراتكم مرة أخرى، عدنا بعد الفاصل. حوارنا الأول في الحياة اليوم النهاردة حوار متعلق بالمعاناة اليومية اللي بيعانيها المواطن المصري في الشارع. إحنا أنا مش بنتكلم عن أزمة المرور، إحنا بنتكلم عن أزمة الشارع نفسه، الشارع بما فيه من شارع، من طريق، من مطب، من كوبري، من تحويلة، كل ما له علاقة بالطرق والكباري في بعض الأحيان يمثل جزء كبير من الحوادث اللي بنعاني منها. وانتوا عارفين حضراتكم طبعا ان مصر للأسف الشديد تحتل من المراتب الأولى، اعتقد مرتبة الثانية او الثالثة على مستوى العالم في نسبة الحوادث وفي نسبة الضحايا اللي بيسموهم ضحايا الأسفلت، الدماء التي تسيل على الأسفلت بسبب ضحايا او حوادث الطرق. وطبعا الأمثلة كثيرة، من الحادث بتاع النهاردة والحادث بتاع الدقهلية والحادث بتاع البحيرة وسوهاج قبل كده وما أكثر. هناك إدارة جديدة للهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء عادل ترك اللي بينضم إلي بالصوت والصورة الآن في الحياة اليوم بعد ما أقدم له تحياتي وأقول له مساء الخير وأهلا بيك عادل بيه. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك يا كامل بيه. إزاي حضرتك ومشرفنا في الحياة اليوم يا سيادة اللواء. الله يخلي حضرتك، متشكرين جدا. سيادة اللواء حضرتك مدرك معي انه منظومة الطرق والكباري في مصر منظومة محتاجة الى اصلاح كثير وعمل كبير وترميم كثير واموال كمان كثيرة، لانها في حالتها الحالية ليست بالمستوى المطلوب. هو الحمد لله في طفرة في الطرق والكباري الفترة الاخيرة، قدرنا الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا نعمل طفرة في الطرق السريعة، من ناحية طبعا بدأ المشروع القومي، وده الأول مرة السيد رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا ويتبنى مشروع قومي للطرق. الهيئة كانت مكلفة ب 1200 كيلو طرق، مكلفين 17 مليار. احنا انجزنا من 12 طريق خلصنا 8 مشروعات كاملين، وفي صددناه الاربع مشروعات الاخرى. مع تطور المشروع هنلاقي ان الخدمه بدات تتحسن خصوصا على الطرق السريعه. لو احنا قلنا طريق وادي النطول العالمين ده احد المشاريع التي انتهت، طريق السويس في خلاص الرتوش الاخيره وجاهز الافتتاح، وعلى فكره طريق السويس طريق حر عليه 8 كباري. الحمد لله خلصنا طريق المرحله الاولى من الدائره الاوسطي، الشط عيون موسى من شرق القناه، خلصنا طريق سوهاج البحر الاحمر، وده احد الطرق للاسف اللي حصل عليه حادثه قريب نظرا لسير عكس الاتجاه. يعني مجهود الدوله بيتبذل باكتر من مليار جنيه على طريق معمول في اعلى مراحل جودته، ويجي واحد يمشي في عكس اتجاه الطريق ونسال، ده اعتقد ان كلام بيضيع المجهود وبيحسسنا كجهه تنفيذيه ان حرام اللي بيتم ده. ده احد الطرق. خلصنا المنيا راس غارب، خلصنا راس غارب الشيخ فضل، اجمالي مشروعات فوق 850 كيلو طرق، وفي صدد نهو الطريق الدائري الاقليمي وطريق شبرا بنها وطريق الفيوم الوحاد، كلها مشروعات واعده. دي جزئيه المشروع القومي. ده ما خلانا الفتره الاخيره ننظر نظره ثاقبه على الصيانات في الطرق. احنا السنه دي منزلين عندنا أكثر من 2200 كيلو طرق ب 2.5 مليار جنيه. رقم احنا هنمس بيه الإخوة المواطنين في أهم الطرق اللي احنا حاطينها في ذهننا. طيب هو سيادة اللواء لو سمحت لي، أنا آسف للمقاطعة، يعني الجهد اللي حاصل في منظومة الطرق خصوصا الطرق اللي داخلة في إطار المشروع القومي لمصر واللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني جهد ملحوظ، لكن هي الفكرة انه بعض المواطنين بيلوموا بيقولوا الدولة مركزة على الطرق الشهيرة، الطرق اللي بيسموها كده اللي عليها العين، اما طرق الغلابة، الطرق الحقيقية اللي بيمر عليها يوميا ملايين البشر، يمكن في طرق من الثمانينات لم تمسسها يد الترميم او الاصلاح. هو في نقطة احنا عاوزين نميز
ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المحافظات. الطرق السريعة أعتقد يعني أن الرقم ده من التمنيات ده رقم بعيد. ليه؟ لأن احنا عادة ما بنمد إيدينا. الفترة الأخيرة كان في 5 سنين عجاف أو 4 سنين احنا منزلين خطة مركزة خلال العام المالي الحالي دوت هنمس بيه الإخوة المواطنين مباشرة، يعني طريق بنها المنصورة داخل معانا، طريق الصعيد الغربي لغاية اهو، طريق الصعيد الغربي ده يا سيادة اللواء بقى هو كل المشاكل، ده بيسموه طريق الموت ويوميا في موت. يعني الحادثة مثال بتاعت النهاردة هو طريق الصعيد الغربي، بالمناسبة هو طريق مزدوج، وحادثة النهاردة تمت بسبب تفادي التخطي وطلع في وش في وش فعمل الحادثة. يعني أحد يعني الأمور اللي بيتم أسبابها الحوادث التصرف البشري، يعني التصرف البشري والسواقين اللي بنعتبرهم محترفين في القتل نتيجة استهتاره بالسرعة ونتيجة استهتاره بالتخطي عمل حادثة النهاردة. 22 مواطن أنا بعتبرهم شهداء يسوء إلى المنظومة بالكامل. ده ما يمنعش إن احنا بصدد برضو إن احنا نفصل على هذا الطريق. احنا بنعيد تصميم دلوقتي طريق المنيا القاهرة، هنعمل طريق برضو خرساني عشان نفصل النقل من الحمولات الكبيرة اللي بتمشي على هذا الطريق. احنا برضو الفترة الأخيرة نظرنا داخل الدلتا والدلتا فيها شغل كتير، واحنا سمعنا من شكاوي السادة النواب وعملنا أعمال إضافية 477 كيلو بأكتر من 1,100,000,000 عشان المناطق اللي هي محتاجة خدمة سريعة، ونلاقي ان الإخوة المواطنين يحسوا بربط المشروعات القومية بالطرق الرئيسية. طيب موضوع النقل ده يا سيادة اللواء، تمام، ده موضوع النقل ده هو الحقيقة أم المشاكل، ويمكن الطريق الوحيد اللي أنا شفته اللي بيراعي فكرة النقل وعامل حركة جانبية للنقل حتى الآن هو الطريق اللي تم الانتهاء منه، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، في حركة كاملة للنقل والحقيقة عامل طفرة ممتازة هذا الطريق. ليه مش بقية الطرق عندنا متخططة بهذا الشكل؟ حضرتك يعني احنا بدأنا في نهج هذا الاسلوب. طريق السويس كده، طريق السويس معمول 4 5 حارات في كل اتجاه، منهم حارتين للنقل في كل اتجاه. فصلنا النقل بحركته عن حركة السيارات. هو انا اسف يا سيادة اللواء، هو حضراتكم اللي عاملين طريق السويس؟ هيئة الطرق كباري. انا مش عارف، معلوماتي انها الهيئة الهندسية القوات المسلحة، بس يمكن بالتعاون معاكم بقى. الهيئة الهندسية عملت المرحلة الأولانية يا فندم، عملت التوسعات الأولانية حتى الطريق الدائري الإقليمي، وهيئة الطرق والكباري عاملة المرحلة الثانية من الدائري الإقليمي حتى مداخل السويس بطول 70 كيلو، منهم طريقين للنقل مفصولين، تمام. وفي حاجة جميلة، رصف خرساني يقاوم الحمولات الكبيرة اللي جاية من السويس. الحاجة الأجمل إن ده طريق حر عليه 8 كباري ونفق. مش عاوز أقول لحضرتك، ودي بشرة خير للسادة المواطنين، الطريق ده أصبح طريق حر، مش هيبقى فيه تقاطعات إلا على مناسيب أو منسوبين مختلفين، تمام، بحيث نضمن سلامة الحركة والمرور. طيب الحاجة الأجمل قبل الحاجة الأجمل، قبل الحاجة الأجمل، واحدة واحدة بس، الدائري تبعكم يا ريس؟ أوبر الدائري طبعا تبعي. طيب الطريق الدائري، الطريق الدائري أنا مش عاوز أقول لحضرتك، إحنا بدأنا بعمل الطريق الداعم من السويس حتى الأوتوستراد، ونظرا للكثافة السكانية اللي حوالين الطريق احنا بدأنا
نبتدي الحل تحت الطريق الدائري. بدأنا نحاول نخطط الحركة المرورية للنزول تحت الدائري في الأماكن الأخرى. حاليا بنعمل فصل للنقل بحارة مستقلة في كل اتجاه. طب بالراحة واحدة واحدة يا فندم، معلش لو سمحت لي نمزمز كده في الطريق الدائري ده، لأن هو قصة كبيرة يعني، فواحدة واحدة مع بعض لو سمحت لي. أيوة الطريق الدائري مشاكله الدائري. لا هقول لحضرتك بس المشاكل وحضرتك تقول لنا بتحاولوا تحلوها ازاي. واحدة من أهم المشاكل بتاع الطريق الدائري هي انه عدم السيطرة على الطريق الدائري. الناس بتعمل مداخل ومخارج بلدي بالطريقة بلدي، سواء مداخل ومخارج للعربيات او منازل للسلم، فبالتالي الميكروباصات بتقف على نص الطريق الدائري اللي هو المفروض هاي واي، طريق سريع، فبتحصل حوادث. دي اول نقطة. ماشي، اول نقطة. احنا حضرتك بدأنا يوم الثلاث اللي فات حملة مكثفة، شلنا الثلاجات وبتوع الكاوتش ومداخل السلالم ديت من قطاع اللي هو عند عزبة خير الله، من عند الاوتوستراد حتى المنيب، بحيث الحملة دي متكررة يوم الاثنين، يوم الثلاث اللي جاي والاربع هنطلع. ما تقولش بقى ست اللي هو الحملة ايامها ايه؟ انت عامل كبسه مفاجاه وبتقول لهم ايامهم سواء. لا لا، هي ما هياش كده. احنا بالتنسيق مع الاحياء بدانا فعلا مع الساده المحافظين يدونا رؤساء الاحياء والشرطه، نبتدي نشيل التعديات اللي بنعتبرها بتاخد حاره او حاره ونص من الطريق الدائري وتعيق المرور والحركه عليه. تمام. ده بالإضافة أن أنا بدأت أطور كل الحواجز الخرسانية عشان العبور العشوائي لا يتم من خلال الدائرة. الحاجة اللي يمكن حضرتك تلاحظها أن جميع الفواصل تقريبا اتعالجت وانت جاي من الهرم والواحات على الطريق الدائري. هو أنا بتابع، أنا أصلي مش من مستخدم الدائري يا سيادة اللواء، الشغل بقاله شهور في حته واحده لا تتغير، اللي هي من عند مصر القديمه وجنينه الحيوانات ومش عارف ايه لحد المنيب كده. الدنيا دي طول الوقت زنقه ومخنوقه وقافلين حرقه وحارتين للشغل، وبقالها شهر يعني شهور وما اتغيرتش. هو الفواصل انا عاده محتاج في حدود 130 يوم عمل. انا بزود لطقم عشان يبقى ال 130 ينزلوا لشهر او شهرين عمل. فال 130 يوم انا باخد طبعا بالتنسيق مع المرور. الكثافه عاليه جدا. انا لو دخلت على الدائري فواصل بالكامل يبقى ما فيش حد هيتحرك في اليوم ده. تمام. لكن احنا في صدد نهو الفواصل بالكامل من اول تقاطع الحياه بتقول عليه من الهرم او منزل المريوطيه حتى لغايه السويس ولغايه طريق الزراعه. ده بيخلينا نتطرق للطرق او الكباري اللي على الطريق الدائري. تمام. احنا رفعنا كفاءه 40 كوبري اسفل الطريق الدائري من الحمولات الزياده. اما بقول رفعنا كفاءه ال 40 كوبري اسفل الطريق الدائري، معناها 500 مليون جنيه بيتصرفوا على رفع كفاءه الكباري دي. انا النهارده كوبري انا مصممه على 60 طن، بغير الديزاين بتاعه وبزود تقويته عشان البلاطه تشيل وبيكلفني اكتر. انا لذلك اللي كان الايام اللي فاتت احنا مع الجايكا اليابانيه قدرنا نعمل دراسه لصيانه الكباري في مصر بالكامل، وهم نزلوا معانا وقدرنا ننزل بفحص للكباري اللي على مستوى مصر مش الدائري بس، وقدرت اوصل معاهم ل 700 كوبري على خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا. السنتين اللي فاتوا انا خلصت منهم اكتر من 400 كوبري. طيب بذكر الكباري يا سياده اللواء، كان في تصريح مثير جدا لرئيس هيئه الطرق والكباري السابق اللواء سعد الجيوشي، لما قال ان حوالي 70 الى 75% من الكباري في مصر متهالكه وتحتاج الى ترميم فوري. هو احنا عندنا الكباري كلها كل اللي نملكه 1722 كوبري. تمام.
اللي اتحددت بواسطه الجايكا 700 كوبري، واحنا اخترنا الاسبقيات، وانا طبعا بقالي سنه او سنه وشويه في الهيئه، قدرنا ننجح ان احنا نعمل 400 كوبري خلال السنتين اللي فاتوا. اخترنا الاسبقيات العاجله، يعني مثال انا طريق بدخل طريق اسكندريه كوبري العمريه، احنا عملنا كوبري جديد والكوبري القديم رفعنا كفاءته بحيث يشيل ال 120 طن. وده حقيقه الكوبري الجديد بتاع العمريه الحقيقه كوبري ممتاز. قدرنا نرفع كفاءة الكوبري، مش رفع كفاءة ودهانات وكده، لا انا بعيد الريديزاين. طيب في تفكير في كوبري السيدة عائشة اللي كل يوم عربية بتقع من عليه؟ ما انا السيدة عائشة تبع المحليات مش تبع هيئة الطرق كمان. هي دي الإجابة المنتظرة. ننقو. هي دي الإجابة المنتظرة يا سيادة اللواء. هي ننقو. لا ننقو بالمعاونة الفنيه ننقو يعني لاي جهه في مصر. احنا يوم ما حضرتك حصل انفجار قنبله في كونسيليا، هو قصد حضرتك لا نتاخر عن المعاونه الفنيه يعني للمحليات، بس هي القصه انه أبداً. واضح ان في هنا لبس في الصلاحيات والاختصاصات هو اللي عامل المشكله دي ما بين كباري جوه وكباري بره، طرق جوه وطرق بره. اكيد. طب ليه ما تعملوش فصل يا فندم؟ يعني ليه ما تعملوش تحديد صلاحيات اي طريق اي كوبري المفروض يبقى تبع حضرتك وباشرافك؟ هيبقى العبء كبير، هو المركزيه في الامور دي هتبقى خسائرها اكتر من ايجابياتها، لكن احنا النظره الفنيه للمحليات والمحافظات عموما احنا كهيئه طرق لا نتاخر عنها. الدليل على كده كوبري سوهاج احنا كنا اول جهه هناك، كوبري اكتوبر احنا ما زلنا بنعاون بالمعاونه هناك. كوبري سوهاج ده اللي هو كان اتشقق قبل ما يتفتح، اللي كان فيه اللي هو المطله بتاعته انهارت نتيجه العيوب. قال لك ان ما كانش فيه خوازيق، لكن هو في صدد نهوه اللي هو كان محتاج خوازيق او اتحلت باسلوب الخوازيق. تمام. لكن هو الحمد لله، يعني انا مش عاوز اقول لحضرتك ان هيئه الطرق والكباري حاليا خلال مشروعاتها الجديده بتعمل 344 كوبري ونفق، سيتم نهوهم خلال الثمان تسعة اشهر الجايين. طيب سؤالي الاخير يا سياده اللواء، وصلت الحق انا بقول في ثوره. ماشي. السؤال الاخير قبل ما نسمع عن الثوره، لا قدر الله يعني مش محتاجين ثورات تاني. لا الثوره في تطور صناعه الكباري والطرق. طيب انا سؤالي دلوقتي يعني اللي هو علاقه بالمطبات، فكره المطبات اللي موجوده سواء على الطرق السريعه او في الطرق الداخليه جوه المدن، والمطبات اللي بتعمل بطريقه عشوائيه واللي ما بيبقاش فيه يوفط ولا عيون قطط ولا الوان مميزه، بتؤدي كمان المطبات اللي المفروض معموله لتقليل السرعه بتؤدي الى الحوادث. هو كلام حضرتك مظبوط، في بعض الاماكن اللي هي في المناطق الريفيه او نقدر نقول الاماكن اللي فيها ملاصقه للطرق السريعه، لان في اماكن مزنوقه شويه. للاسف المواطنين بيعملوا المطبات دي. احنا في خلال مثلا طريق بنها المنصوره بدانا نشيل المطبات دي. احنا في طريق اخر يعني عليه مطبات، وللاسف طريق جديد، والمواطنين نظرا لعمل مطبات بدل ما هو بقى طريق سريع بقى طريق بطيء. صحيح. احنا متابعين مع السادة المحافظين والسادة رؤساء الأحياء في اللي بتطل على هذه الطرق، ان احنا نشيل كل المطبات اثناء رفع الكفاءة عشان اضمن سلامة الطريق، بالاضافة ان انا بعمل حواجز نيوجيرسي، حواجز خرسانية على اساس ان تمنع القطع المباشر، ما يحصلش نوع من انواع الحوادث نتيجه مفاجاه العبور للسيارات. ممتاز. انا بتمنى خلال السنه ديت ان انا مخصصين في حدود 60 مليون جنيه لسلامه الطرق، علامات ارشاديه وتخطيط ومرور وعلامات ارشاديه بالكامل لكل طرق الجمهوريه.
احنا عندنا 24,000 كيلو طرق. طيب بسرعه يا فندم في ثانيه عشان الوقت هيخلص وقطع لنا القمر الصناعي. الكاميرات هتبدا امتى في مراقبه الطرق؟ احنا هنبتدي بطريقين كويسين. احنا في شركه بدات التجهيز لكده. طريق الدايري مع شبرا بنها الجديد. انا ان شاء الله بطمع مع تجهيز طريق شبرا بنها ان انا اجهزه بالكاميرات هو والطريق الدايري كاسبقيه عاجله. ده بالاضافه ان الاخوه اللي مشرفين على اداره الطرق في من القوات المسلحه بداوا بالمرحله دي على طريق اسكندريه وبداوا على طريق القطامية العين السخنه واحنا مشاركين معاهم على طريق السويس على اساس ندخل ليه الكاميرات برضو. يبقى ان شاء الله التطور بالتنسيق برضو مع المرور عشان نوصل للسيطرة على هذه الطرق الكترونيا او بالتكنولوجيا. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء على هذا الحوار وان شاء الله يبقى لنا قريبا حوار مطول. تشرفنا هنا في الاستوديو نتكلم فيه عن كل ما يخص الطرق والكباري في مصر. يعني كلام مطمئن قاله سيادة اللواء عن الخطط والامال والفلوس اللي بتدفع وبتتضخ في تضميم وتصليح الكباري والطرق، لكن اعتقد كمان محتاجين جهد اكبر خصوصا في الرقابه. الرقابه اهم والصيانه اهم. احنا بنجيد في صنع الاشياء ثم نهملها في الصيانه والترميم فبالتالي نهدر جهدنا. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندي حوار من الزمن الجميل، رائحه الزمن الجميل تطل علينا من خلاله الاعلاميه نهال كمال زوجة الفقيد الراحل الخال اللي وحشنا كتير عبد الرحمن الأبنودي. كلام عن الخال، كلام عن الشعر، كلام عن الوطن، وكمان كلام عن الإعلام ونهال بعد الفاصل.